أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لماذا أثار قصف السفينة البترولية ستيلي سقويا كل هذه الضجة، خاصة وأن هذه السفينة تطرح أسئلة عديدة منذ 2017، وهل هي تابعة لرأسمال المخابرات أي الاستثمار المخابرات الفرنسية؟ لأننا عندما نتحدث عن ستيلي سيكويا إيمو 923562، فأولا هذه السفينة من 2003 وهي تطرح كثيرا من الأسئلة لمالكها الأول، وكان واضحا جدا أنه أقرب للمخابرات الفرنسية. ثم غيرت الدولة، فمنذ 2003 وإلى الآن هناك تعديل لحالة الإبحار، وانطلقت هذه السفينة على وجه التحديد النفطية من البحرين، من ستراب البحرين، وأيضا لهذا الانطلاق فيه كثيرا من الضجة، ولا يعرف هل حالة الانطلاق كانت من سترة في البحرين من هذا الميناء يوم 14 من هذا الشهر، ولتصل فرنسا في 23 من شهر يوليو على الساعة الثانية، ولماذا مرت قبل 8 أيام من باب المندب ولم تقصف، وبعد حملها للشحنة التي هي إما من الفجيرة من الإمارات العربية المتحدة في 16 من يونيو على الساعة 2:10، أما الأمر يتعلق بسترة من البحرين، وهذا يطرح أسئلة عديدة حول هذه السفينة المرتبطة بالمخابرات الفرنسية وعن حالة الإطلاق هذا. من جهة أولى يجب التأكيد على أمر رئيس في بيان 22 من يونيو، والناطق الرسمي للبحرية ومن ثم للقوات المسلحة اليمنية كان صريحا بخصوص عدم التردد، إن تذكرت العبارة، لن نتردد في قصف القطع الأجنبية، هذا معناه خارج الأنجلو أمريكي، فإن هناك رسالة بثت مع القصف، قصف سفينة كانت هي ترانس وورلد نافيجيتور، بعدها مباشرة جدد في نفس اللحظة التي قصفت فيها ستيلي سيكويا، جدد قصف ترانس وورلد نافيجيتور للمرة الثانية لتأكيد أن حالة الالتزام لليوم 22 من يونيو ثابتة أمام توسيع العمليات إلى القطع الأجنبية بتعبير يحيى سريع. إذن أمامنا هذا التطور الاستثنائي الذي أتى بالقصف الثاني للمرة الثانية، هذه المرة بزورق مسير. إذن أمامنا هذا التعميد الذي بدأ في بيان 22 من يونيو. المسألة الأخرى والمهمة للغاية، فإن هذا الترتيب الذي أتى بقصف مباشر لقطعة متجهة، نحن نتحدث عن السفينة النفطية، هذه القطعة البحرية القادمة يوم 14 من البحرين، يوم 16 من الإمارات العربية المتحدة، كل هذه أسئلة يزيد منها أن حالة التوجه كانت في المحيط الهندي وقصفت في المحيط الهندي، وقبل 8 أيام مرت، انظروا أمامكم الصورة من باب المندب، فلماذا لم تقصف قبل 8 أيام وقصفت في اللحظة التي كانت في المحيط الهندي؟ إذن هذا هو السؤال المحوري الأول الذي يطرح. المسألة الثانية، أن استثمار المخابرات الفرنسية في هذه السفينة أو في استثمار هذه الشركة على وجه التحديد له وجه دقيق للغاية بخصوص ما حدث في فبراير 2017 بشأن هذه السفينة النفطية. إذن لدينا
وثائق يتأكد من خلالها حالة هل هذه السفينة مرتبطة برأس مال له وصل أو باتصال مع المخابرات الفرنسية الخارجية. هذا هو السؤال المحير إلى حدود هذه اللحظة. لكن على العموم الآن يمكنه الوصول إلى إشارات هامة جدا أن يوم 22 من يونيو وبيان القوات المسلحة اليمنية واضح جدا أن القطعة الأجنبية وصلت إلى فرنسا. إذن هذا أمر واضح، والتعميد حدث بالقصف الثاني بزورق مسير كما قلنا لترانسورد نيفيجيتر. إذن نحن نتحدث عن الرسائل الموجهة على وجه التحديد في هذه النقطة. النقطة الثانية، فإن هناك اعتماد كامل على أن القصف كان بنجاح، ورغم تجاوز 8 أيام في باب المندب، فهل الأمر يتعلق بالقصف الغير المؤدي إلى الإغراق؟ هذه حالة. الحالة الثانية أن ترانسورد هذه التي قصفت للمرة الثانية فإنها تحمل شحنة مباشرة إلى إسرائيل، وهناك فارق لدى اليمنيين ما بين الاستهداف الذي يؤدي إلى الإحراق أو الإغراق، وهذه الحالة تكون الشحنة موجهة مباشرة إلى إسرائيل، وما بين الشحنات التي تدخل ضمن استثمارات موجهة نحو إسرائيل بطريقة غير مباشرة نحو إسرائيل، القوات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، كل هذا له أيضا سياقه. وبالتالي فإن حالة الإصابة لا تكون مغرقة أو محرقة بشكل كامل. إذن هذا هو الوضع ربما الذي يمكن تفسير به الوضع الحالي المتقدم بخصوص الضربات الموجهة باتجاه سفينة ستيليسكويا التي تبحر إلى الآن بعلم ليبيريا، وقد تحولت كما ذكرنا من علم إلى علم آخر في حدود 183 مترا، هذا هو طولها و 32 مترا، فقد غيرت كما ذكرنا جهة الاستغلال، وذلك يوم 21 من فبراير شباط 2017. إذن كانت قد بدأت الإبحار بدولة منذ فبراير شباط 2003، وفي فبراير 2017 غيرت جهة الاستغلال، وهنا تدخلت التغطية الفرنسية بهذا الخصوص بعد أن تأكد أن هناك إذن اعتبارا لخط أحمر آخر تجاوزه الحوثي في هذه التطورات الأخيرة. هناك أي مخابرات في العالم لديها استثمارات، لديها أموال، وهي تحاول أن تستثمر في شركات، في سفن، في غيرها، وبذلك فهي تحمل عبر هذه السفن وتحاول أن تحمي بعض نقلها السري، أيضا بعض تمويل لصالح العمليات السرية جدا، والتي لا يمكن أن تكون بموازنات تمر عبر البرلمانات المسماة ديمقراطية ومحترمة لحقوق الإنسان. فجميع هذه العمليات التطهيرية والسوداء تمر عن طريق استثمارات تقودها هذه الاستخبارات من أجل خلق جزء أولا من اختراق عالم الجريمة المنظمة، وثانيا من أجل تحصين نفسها عبر أيضا شركات. هذه الشركات تعمل في ضبابية عائلية، وهذه الأموال توجه لعمليات سرية جدا. إذن هذا هو الطريق الذي تسلكه جميع المخابرات، إما عبر مخدرات، إما عبر استثمارات مباشرة في عالم التكنولوجيا الهاي تكنولوجي كحالة إسرائيل مثلا، أو في بعض الأحيان كحالة النفط كما في الدول الخمس، يعني نتحدث عن روسيا، عن الصين، عن الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، والدول الخمس
الدائمة العضوية وذات الفيتو أو لها حق الفيتو في مجلس الأمن كلها تستثمر مخابراتها في النفط بالإجماع. إذا مثل ذلك أمر واضح، هذه سفينة ضمن السفن التي تستثمر فيها المخابرات الفرنسية على وجه دقيق، ولذلك فهناك احتمال من طرحين: أن هذه السفينة صحيح أنها مرت من باب المندب ولكن لم يتلقى الجميع تفاصيل هذه السفينة بعد وصولها إلى المحيط الهندي وبعد حالة الملء التي حدثت لهذه السفينة، وطرح سؤال حول مكان الانطلاق من أي ميناء، والأمر الآخر الشديد الأهمية: هل حملت أجزاء محددة موجهة نحو إسرائيل فمرت بالمحيط الهندي لمزيد من تأمينها؟ لأن الذي طرح السؤال هو أنها دخلت من باب المندب ولكن في عودتها نحو فرنسا لم تمر من باب المندب، هي أتت قبل 8 أيام باتجاه نقل نفطية، شحنة نفطية في الخليج، لكن في عودتها لم تمر بباب المندب، مرت بالمحيط الهندي باتجاه رأس الرجاء الصالح، مما طرح عشرات الأسئلة. إذن بالنسبة للبحرية على وجه التحديد اليمنية فهي أيضا تحلل كامل المعطيات، ولتأكيد أن هذه كانت رسالة مباشرة للفرنسيين، لأن الفرنسيين ما الذي حدث لهم؟ أنهم قبل 28 من هذا الشهر وقبل التهديد الذي أكده بيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يوم 22 بخصوص عدم تردد اليمني في ضرب القطع الأجنبية، قبلها كان أمر وبعدها كان أمر آخر، وبالتالي فدخول هذه السفينة من باب المندب تم قبل التنبيه والتحذير بعدم التردد الذي كان في بيان 22، ومباشرة تحولت هذه السفينة، وما دام أنها تستجيب لعدم دخولها إلى باب المندب وعودتها من باب المندب، فإن اليمنيين رأوا أن الذهاب عبر المحيط الهندي قد ينقذ هذه السفينة، وهي التي طرحت عليها عشرات الأسئلة ليتم القصف في المحيط الهندي. كل هذا من أجل تثبيت أمر واحد: أن القرارات التي ينفذها الحوثي صارمة للغاية، هذا هو الذي يأتي به القائل الآن أن الحوثي لا يعرف إلا كلاما صرفا صارما بخصوص ما قبل 22 ومن بعد 22، وهذه السفينة التي مرت قبل الإنذار بعد الإنذار علمت المخابرات الفرنسية أنها يمكن أن تقصف، فلم تقصف في باب المندب وقصفت في المحيط الهندي. وفي كل الأحوال فإن الصرامة التي يتعاطى معها الفرنسي وغير الفرنسي مع جميع بيانات الحوثي تؤكد أن الرسالة قد وصلت ووصلت إلى المخابرات الفرنسية أمام هذه السفينة التي طرحت عشرات الأسئلة في مسارها منذ فبراير شباط 2017 وإلى الآن، ليتأكد الجميع أن هذه السفينة هي سفينة لاستثمارات تابعة للمخابرات الفرنسية. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.